صحتك بين يديك، مجلة أسبوعية تعنى بالصحة على شاشة دي دبليو. في مقابلة الحلقة تحصلون على المزيد من المعلومات عن الصحة واللياقة البدنية والتغذية والاستجمام. مقابلة جديدة كل أسبوع مع أطباء متخصصين ضمن مجلة صحتك بين يديك. ضيفتنا اليوم في الاستوديو أخصائية العلاج الطبيعي والتجانسي والطب البديل والعلاج بالطاقة السيدة آمنة ظاهر. سيدة آمنة، يعني شاهدنا أن العلاج بالأيدي مفيد في حالات آلام الظهر، هل هذا أيضا ناجع في أمور أخرى، يعني أمراض أخرى؟ نعم، العلاج بالأيدي ناجع في كثير من الأمراض، لأنه أغلب الأمراض أو كثير من الأمراض تنبع من العمود الفقري، يعني أساسها خلل بالعمود الفقري كالشقيقة، آلام البطن، آلام في القفص الصدري. ممكن أن يتم علاجه بهذه الطريقة، بعلاجة الضغط على الفقرات لإعادة وضعها للوضع الطبيعي الموجودة. أي نوع مثلا من الأمراض يمكن أيضا علاجها؟ ممكن علاج آلام القدمين، آلام الرجلين، لأنه كمان يعني ممكن نعتمد على تدليك أو تظبيط منطقة الحوض بالضغط عليها، فممكن أن تخف آلام القدمين، وممكن آلام أيضا الكتفين والآلام الأيدي ممكن علاجها بمساج أو الضغط على فقرات الموجود بها خلل في الرقبة. طب هناك أنواع كثيرة من العلاج بالأيدي، يعني ما الفرق بينها؟ هذا العلاج ضغط أو إرجاع المفصل لوضعه الطبيعي، أما الأيدي ممكن نستعمل المساجات أو التصريف الليمفاوي أيضا بالأيدي أو يعني هل أيضاً. يمكن أيضا بطريقة العلاج بالأيدي المساعدة على الشفاء من الآلام المزمنة؟ نعم، في ممكن أن يساعد على الآلام أو التخلص من آلام الشقيقة، الجيوب الأنفية، طنين الأذن. كثيرا ما يشكو الناس من طنين الأذن، ممكن شفاؤه بهذه الطريقة. طب ينصح أيضا عادة بعد العمليات الجراحية العلاج بالأيدي، يعني ما فائدته في هذه الحالة؟ بالعمليات الجراحية يحصل انسداد أو لمسار الطاقة، فالأفضل أنه بالعلاج اليدوي يكون مع الحذر، يعني لإرجاع انصباب الطاقة أو سيران الطاقة مرة أخرى في مجراها الطبيعي. سيدة ظاهر، أنت تستخدمين أيضا هذه الطريقة من التصريف الليمفاوي، يعني في أي الحالات تستخدمين هذه الطريقة وما فوائدها؟ هذه في حالة الوذمة الليمفاوية، عندما في حالة خلل في الصمامات الأوعية الليمفاوية يحصل انسداد أو يحصل انصباب في الليمف وتحصل الأوديم. في هذه الحالة ينصح بتصريف الليمف عن طريق مساج، يعني بتحريض الغدد الليمفاوية وإرجاع الليمف لها، يعني أو الانصباب لها. يعني طبعا في البداية يتم تشخيص أن هناك انسداد ليمفاوي، وبعد ذلك يذهب المصاب إلى المعالج. أكيد الوذمة الليمفاوية تختلف عن الوذمة الماء، ممكن يعني معرفتها والتمييز والتفريق بينهم. نعم، طيب سيدة ظاهر، يعني هناك أنواع مختلفة من المساجات، في أي نوع أستخدم في أي حالة؟ في حالات التوتر العضلي ممكن استخدام المساجات لإرخاء العضلات، في مساج الحالات الكآبة، حالات النفسية ممكن استخدام المساجات مع زيوت عطرية كمان مفيدة في هذا، في حالات مثلا الإمساك ممكن علاج أو مساج للبطن بشكل باتجاه عقارب الساعة مفيد في هذه الحالة. هل هناك أشخاص لا تنصحهم باللجوء إلى المساجات؟ نعم، في حالات الكسور، في حالات الطوارئ، في حالات التهاب الجلدية، إذا كان مرض معدي أو مرض وبائي لا أنصح بهذا العلاج، يجب أن يشفى العضو تماما ومن هذه البكتيريا أو الالتهاب، ثم إذا حب يعني مساج ممكن. وبالنسبة للحوامل؟ بالنسبة للحوامل يجب الحذر في المساج، يعني في مناطق معينة إذا ممكن أن تحرض على الولادة أو ممكن يحصل ولادة مبكرة،
يجب الحذر عندها. يجب الحذر نعم. طريقة الشياتسو تساعد على تنشيط طاقة الحياة في الجسم كما يقال لارتباطها بتأثيرها على المشاعر، يعني هل هذا صحيح؟ ويعني كيف ترين فوائد هذه الطريقة؟ هو يعتمد على الشخص المعالج بحيث أنه يجمع طاقة الحياة وبيخزنها عنده وممكن تصريفها أو إعطاها للشخص المريض بشكل عند الحاجة. هذه الطريقة تساعد في حالات الكآبة، في حالات الزعل، توتر النفسي، القلق، الخوف، مفيدة جدا في الآلام النفسية والآلام أيضا الجسدية، ممكن أن تفيد في ذلك. إذن في هذه الحالة أيضا العلاقة بين المصاب والمعالج مهمة جدا. طبيعي، ضروري يكون في ثقة بين المريض والمعالج اللي يحصل تبادل للطاقة. إذا كان الإنسان أو المريض عنده خوف أو ليس لديه ثقة فلا يستقبل من الشخص المعالج الطاقة أو الشكل بشكل المطلوب لمساعدته على العلاج. ولكن في هذه الطريقة أيضا يجب أن يتعلم المصاب نفسه كيف يساعد نفسه، يعني في هناك تحفيز من خلال هذه الطريقة أليس كذلك؟ نعم، يتم تحفيز الإنسان أو المريض على بالبداية يعطيه دفعة طاقة قوية وتعليمه عن طريق التنفس، تعليمه كيف يعمل يعني يوغا مثلا أو خشوع أو تفكر أو تدبر بأشياء يعني إيجابية فتحصل عنده المساعدة الذاتية، يعني الحصول على التوازن الداخلي، يعني خاصة عندما يكون هناك اضطراب نفسي. طيب سيدة ظاهر، يعني هناك حدود أعتقد للعلاج باليدين، متى على المصاب عليه أن يذهب إلى الطبيب؟ للمصاب يذهب في حالات الطوارئ كما قلنا، في حالات الحوادث، في حالات كسور، في حالات نزف الدم، في حالات مثلا التهاب الزائدة أو جلطات الوريدية، يجب الإسراع للذهاب إلى الطبيب، لا ننتظر رأي المعالج أو العلاج بالطاقة. سيدة ظاهر، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة.